الوطن وترابه حتى الوطن يرتاح ويسد بأمان أبواب طول الليل حرصه بالوطن وترابه حتى الوطن يرتاح ويسد بأمان أبواب. عملية نوعية استخبارية تمكنت خلالها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على عصابة تزوير مكونة من موظفين بينهم نساء في هيئة التقاعد العامة ومحامين ومعقبين يقومون بترويج معاملات تقاعدية مزورة طالت نوابا وأعضاء في مجلس الحكم متوفين، بالإضافة إلى تحويل عناصر في تنظيم داعش إلى شهداء ومتقاعدين. هم أصلا يعني سيدي دواعش، فشي سووا سيدي؟ سووهم أنهم هذول الأشخاص من العمليات الأرهابية مصابين وعندهم نسبة عجز، يسووا لهم أوراق تحقيقية سيدي ويحيلوهم لجان طبية ويسووا لهم رواتب مال ضحايا الرهاب. هاي الهوية الشخص متوفي عضو سابق مجلس النواب، وانعرضت الهوية تقريبا بست دفاتر لتنباع عن طريق أبو هاشم، يدخلون بها شخص أنه وكيل عن هذا الشخص المتوفي، وهذا المتوفي خارج العراق وعلى قيد الحياة، وكانت بها سيدي تقريبا تنزل بها فروقات حدود 200 مليون. العصابة المكونة من 29 متهما تعد الأكثر احترافية في مجال تزوير معاملات التقاعد نتيجة عملها منذ عام 2003، حيث تمكنت من إنجاز معاملات بالآلاف لغير المستحقين وفق اعترافات عناصرها، بالإضافة إلى عملها على سحب قروض مصرفية بوثائق مزورة ما كلف الدولة مبالغ طائلة. أي شخص عندك عمره فوق 45 سنة أو 46 سنة ما عنده راتب تقاعدي، أخليه على ملاك الوزارة اللي أني اللي أداوم بيها وأحيله على التقاعد، أحيله على التقاعد وراتب شهري من 600 إلى 700 مع مكافأة نهاية خدمة ومتابعة وإشراف ميداني من قبل وكيل وزارة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية. تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من اختراق وتفكيك شبكة تزوير بعد أخذ الموافقات القضائية الأصولية، وفي هيئة التقاعد العامة تم القبض على 29 متهم من الموظفين ومعقبين، وأثمرت عن توفير ما يقارب 30 مليار شهريا لميزانية الدولة. انتزاع دائرة التقاعد العامة من سيطرة هذه الشبكة ساهم إلى حد كبير في تسيير معاملات المتقاعدين بانسيابية أكثر، بعد أن كان المنتمون لهذه العصابة يتعمدون تأخيرها لعدة سنوات مقابل مبالغ مالية. صار الشتاء راجع على مود الغبار، على مود ما تبقى من الجايس. نعم. جماعة خذوها هاي الواسطات. نعم. والمثل مثل حالي ظل وراك شباب. وإذا كانت حقوق المتقاعدين لم تسلم من التلاعب والسرقة بتواطؤ من موظفي دائرة التقاعد، فكم دائرة حكومية تحتاج إلى مثل هذه الحملة الأمنية؟ وتعمل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية على متابعة العديد من ملفات الفساد وملاحقة عصابات الاحتيال والجريمة المنظمة منذ عدة أشهر، سيتم الإعلان عن نتائجها خلال الأيام القادمة.